للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ صلاح، مصر تواصل الجهود الحثيثة لدفع القضية الفلسطينية بثوابت للخارجية المصرية ومواقف داعمة للشعب الفلسطيني. كيف تسمن الدور المصري الذي ما زال على الأرض يبذل جهدا للوصول إلى مسار للتفاوض؟ أهلا بك يا فندم وأستاذ المشاهدين. الحقيقة الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود هو دور تاريخي، وهو دور المحوري والأهم على مستوى تاريخ القضية الفلسطينية، وده انطلاقا من أن القضية الفلسطينية بتمثل أحد المحددات الرئيسية للأمن القومي المصري. لما نيجي نشوف من 7 أكتوبر وحتى اللحظة الراهنة، هنجد أن الدولة المصرية عملت جهود دبلوماسية كبيرة جدا بهدف محاولة احتواء الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة. ده كان بدايته من التصريحات والبيانات الصادره من وزاره الخارجيه المصريه لضروره احتواء الاوضاع والتزام الاطراف بضبط النفس، مرورا بقمه القاهره للسلام واحتلال القضيه الفلسطينيه راس اولويات لقاءات السيد الرئيس والمباحثات الهاتفيه واللقاءات في مختلف المحافل الدوليه، وصولا الى الدور الدبلوماسي لمصر على المحافل الدوليه المختلفه، وكان اخرها بالامس في الامم المتحده. نعم. ونجاح مصر في وضع القضيه الفلسطينيه على راس اولويات المجتمع الدولي خلال الشهور الماضيه. فيما يخص الجهود اللي قامت بها مصر على مستوى المفاوضات، هنجد ان مصر نجحت بالتعاون مع قطر وبرعايه الولايات المتحده الامريكيه في ابرام 3 هدن سابقه لتبادل الاسرى، وهي دي كانت بالفعل انجح طريقه لاستعاده الاسرى والمحتجزين لدى في قطاع غزه واستعاده الاسرى الفلسطينيين الموجودين في المعتقلات الاسرائيليه. فيما يخص المفاوضات بتاعه الهدنه الجاريه التي تمت خلال الايام الماضيه، هنجد ان مصر بذلت فيها مجهود كبير للغايه واقناع الوفود من فصائل المقاومه ومن الجانب الاسرائيلي لتجاوز النقاط الخلافيه التي لم يتم حلها، ومن المتوقع ان يستمر الجهد المصري بالتعاون مع الاطراف الاقليميه والمجتمع الدولي للضغط على الاطراف من اجل استئناف هذه المفاوضات. نعم، المسارات متوازيه وعده سواء فيما يخص انفاذ المساعدات الانسانيه للشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة بشكل خاص، وهذا ما تقوم به مصر بالطبع، أو حتى فيما يأتي من دبلوماسية أو مواقف دولية مختلفة. نحن على وشك قمة عربية في دورة 33، ماذا تتوقع فيما يخص القضية الفلسطينية تحديدا؟ هنجد يعني من المتوقع أن يكون في موقف عربي داعم رافض لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وداعم الموقف المصري بشأن حماية الأمن القومي ورفض التهجير ورفض المخططات الإسرائيلية الواضحة لتهجير سكان قطاع غزة للخارج، وتأكيدا على الدور المصري ودعمه فيما يخص التوصل لتهدئة سياسية والتوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وفرض هدنة إنسانية، ومن ثم يتم بدء بحث مسائل إعادة الإعمار وغيرها من التفاصيل. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.